يخرب بيتك من بين الصبيب ابوك يا الصباب. ايه ما خليت لي جوز جرابات صاخ اساسا ما عندي غير جوزين اساسا هذا اللي كان ناقصنا لعم فتر النوبة الشغل صار بدك روح على عند الكندرجي ما حيمشي الحال فراج طول بالك شوي شلون بتسمح لنفسها تروح بدون ما تعطي خبر لجوزها لك هي راحت مع حدا غريب راحت مع اخوها مرت اخوها معلش تحسب حساب بركدن جوزها كان عايز منها شي بركدن لك يا فراج شو بدك قلي اكل موجود شاي او قهوه بعمل لك زيتي الله يعني الواحد ما همه غير كرشه ما بده من مرته غير تطبخ وتنفخ بس ايه الشغلات الثانيه ملحوقه طقت خلاص احترقت لا يا ستي مو ملحوقه طقت احترقت لو كانت الست كوثر موجوده هون ما كانت راحت جيت الجماعه على الفاضي كانوا عم يغلوا مساكين شو دخلوا الجماعه بكوثر لك يا مرت عمي انا في عندي غلط حاطه جوا وما حدا بيعرف وينه غير كوثر يا حبيبي يا فرج قلي عليك بركز انا بعرف وينه تحفه تحفه سمينه كنت حاطه بالكومودينا جوا وعم دور عليها ماني ملاقيها ما بعرف ما شفت هيك شيء ايه بقول لك بتقلي لي بركز انا بعرف شرف انت شو سيران انبسطنا كثير انت وينه جوزك ولين؟ تحت عم يصف السيارة ما عم يلاقيني ليش؟ روحي صفي بغرفتك لشوف روحي وانت تعي لهون لشوف شلون يا خانم تسمحي لنفسك تروحي مشوار بدون ما تخبري جوزك اه؟ طقت براسنا ورحنا بعدين دورت عليك ما لقيتك ليش في شي؟ الصباط اللي كنت حاطه جوا بالكومودينا وينه؟ ما بعرف انا ما دقرته وما شفت شي يعني وين بدكم راح؟ شو بعرفني؟ ليكون هذا الاسود اللي مثل البسطار ايه وينه؟ شو هي كندرت سندريلا ولا كندرت أليس في بلادي العجائي؟ انتي بتعرفي هالصباط هاد لمين كان؟ لك لمين يعني؟ لك هذا صباط شكسبير انا شخصيا اشتريته بانجلترا بالمزاد العلني لك حاجة بقى فراش وجنيت لك الدكاكين مليانة صبابيط وكل موديل احسن من الثاني واحسن صباط ابو 5,000 ليرة واذا حضرتك مغرم كتير بالاجنبي هي البالة قدامك العمى هلا بلا لعي فاضي وحكي مصدي الصباط وينه؟ احترم نفسك ولا فراج لا تبرر الكلام مشان صباط ما تري حب وينه؟ اعطيته لام سعيد اوه انتي لك انتي بدك تفلجيني مين هي ام سعيد؟ لك ام سعيد المرة اللي بتجي لعندي اعطيتها اياها مشان تعطيه لجوزها لك اه لانه شكسبير مورد له الصباط لابو سعيد لك فراج حاجة تعيط وتصيح اذا كل هالقد غالي على هذا اللي عم تحكي عنه بنعطيه قرشين ما بخليه يفتح امه لك شلون بدك تدفعي له قرشين هذا شكسبير فرد اشتريته من صباطه ب5 ملايين والفرد الثاني ب1,000,000 اوف ليش بقى؟ لك هذا شكسبير مرت عمي شكسبير هذا كاتب انجليزي ميت من زمان أستي الله يرحمه ويرحمنا اجمعين معناتها ما في مشكلة لك هلا مو وقت اللعين ليلي بيت ام سعيد فين لك شو ها؟ نعم استاذ شو عم يعمل هون؟ بيب اسمع استاذ ما خلى لي جوز الشراب على الصاخ بدي شيله لك العمى بعيونك العمى شو قلب لي طولت لي سندان؟ محروم اصبر على عرضك يا محروم بتعرف بيت الام سعيد؟ روح جيكو بتعرف ليش في شي سرقت شي؟ لا مو وقت الاسئله هلا روح طير ابوك يشنا راح الصباط يا فراج هدي شوي تعال لك لا تعمل حالك ملهوف هلا بتبطل تعترف بالصباط خير ست فردوس في شي ضروري بعدتي جبتينا بهالوقت اهلا وسهلا اما شو بدنا نعشيك عشا يا ابو سعيد رح تاكل اصابيع رجليك ورا